من لبنان سحر خليل ضو من زرعون قضاء المتن وفادي سمير زين الدين من الغابون قضاء علي من الطائفة الدرزية الكريمة بنيو عيلي سوا بالشهر السابع من حبل سحر بابنه الثاني تم اكتشاف مي ببطنه وبلغون الأطباء بخطورة الوضع واحتمال موت الجنين لأن ما في طريقة طبية لسحب المي لكن سحر اللي بلشت طفولتها مع مر شربل نور ساطع بحياتها وربيت على أخبار شفاء ستة وبيا عقيد القديس شربل طلبت منه الشفاء لأبنها خلونا نعيش مع هالعيلة قصة شفاء وحياة وإيمان هالشفاء تسجل بمزار القديس شربل بدير مرمرون عناية بلبنان بتاريخ 18 حزيران 2017 قصتي بلشت من كتير زمان مع بونا شربل أنا بقوله بونا شربل مش مار شربل لأنه كتير بحسه يعني قريب وبعده معي يعني بسمعني على طول من أيام ستة يعني قبل ما أنا أخلق بلشت العائلة يعني تتعرف على مار شربل وبقصة صارت مع ستة من زمان كانت قاعدة ببيروت وفي جارتها يعني قالت لها أنه رح جيب لك تراب من مار شربل وبتصحي على الأكيد بلشت تجربة مع ستة من هون وبالنسبة لستة ستة هي مرة شيخة يعني ملتزمة دينياً كمان مع ابنها يعني مع بيي صار في كمان مشكل صغير سخن كتير وكان هو الصبي الوحيد بالعائلة يعني جدا مدلل فحطوا عليه اخذوه عند كتير حكمة وهيك وحطوا عليه كل شيء عندهم يعني حتى يصح اخر شيء نادروه لمار شربل وطلعت هي وياه ليلى نيمته فوق ولبسته ثوب مار شربل هلا يلي صار هي ونايمه بالليل بتحس انه في شيء فقع يعني او مثل رصاصه ما بعرف كيف طلعت صرت تطلع على ابنها يعني لقيت انه الثوب محروق ومن هنيك انا جيت على الدنيا بسمع انه عن يعني الاخبار بالعائله يعني عندهم تجارب قبل بونا شربل لحتى لي انا صار عندي شيء ملموس يعني او انا ليه صرت حبه او كيف تعرفت عليه من وراء قصة حياته يعني أصحابي أكيد بالشغل بالمدرسة كمان يحكوا لي وهيك بالإضافة لعائلتي كان عندي الحشرية أنه أعرف مين هيدا الشخص يعني قريت قصة حياته يعني قصة حياة مار شربل صعبة واحد يقدر يتعرف على مسيرة حياته وما يعني يتاخد بهيدا الشخص أو ياخد هيدا الشخص حيز بحياته من هنيك أنا بلشت يعني صار في عندي علاقة مع مار شربل إنه بصلي عطول عندي إيمان بمار شربل وصارت معي قصة بعمر 19 سنة إنه أنا كنت عندي شوي وزن وضعفت كتير وصار عندي مثل حالة الأنوركسيا الأنوركسيا هي إنه واحد بيخاف كتير يأكل فقعدت فترة تقريباً 6 أشهر ما باكل يعني على البونبون والبيبسي وهيدولي يعني صاروا أهلي يقولوا لي أنه ما بيسوى لك شكلك وكل العالم يعني انتبه أنه صار في حالة مش طبيعية حتى استعينوا بحكيم العائلة أنه هو يجرب يحكيني يعني ويقول لي أنه لوين واصلة لا هونيك نهار ما كنت أقتنع يعني ما بدي غير لهونيك نهار قال ماما انت بتحبي مار شربل رح نطلع لعنده يعني بركي هو بيعملنا انه بيتدخل هو لا طلعنا بهيداك النهار وصلت ماما يعني وطلبت وهيك نحن ورجعين من بعد رفض 6 اشهر وعن جد كنت مقتنعة انه انا ما بدي اغير ما بدي اكل ما بدي انصح نحن ورجعين على بالطريق قلت لهم بدي اكل بدي منقوشه يعني هيدي اول شغله انا لمستها ولمسوها اهلي يعني كبيتنا نحن هلا علاقتي كشخص بمار شربل او كيف انا بصلي
يعني بحكي معه عادي كأنه صديق، بحكي بقول له أنه لما بتسكر كتير يعني أنه أنت تدخل أنه حلة، لأنه أنا حدا كتير مؤمن بهيدا الإنسان يعني. ومن بعدها صار يعني مثلا ممكن دوي شمعة بخور، هيدول كله مثل ما كل الناس بتحب قديس مثلا بتعمل. وعطول خلص عندي ثقة أنه هو شفيعي، يعني هو رح يدلني أو رح يعمل لي نقلة، يعني في له بصمة بحياتي. أنا صراحة تعرفت على مار شاربل من شي 20 سنة، كنت أعرف صبية وعرفتني عليه وصرت أطلع مار شاربل كتير، يعني كل جمعة ما تمرق جمعة إلا ما نطلع نزور ونتغدى فوق وهيك أشياء. أول شيء تأثرت بمار شاربل، العجائب اللي عم بيعملها، الأخبار عم نسمع عن مار شاربل، الموقع اللي هو العناية المحبسة نطلع فوق، يعني بتحس حالك بغير دنيا، جو كتير الله مثل ما بيقولوا كتير حلو. وبعدين تعرفت على سحر؟ تعرفت على سحر وتجوزنا، وكمان نفس الشيء طلعت نفس الخبرية بيني وبينها انه هي كمان بتحب مار شاربل، وكمان ضلينا كل جمعة كل شهر يعني تمرق نطلع على العناية. أنيل كنت حامل أنا بالشهر السابع، يعني تقريباً بنص السابع، الحمل كان جداً طبيعي، وأنا حدا فوق أن الدكتور عملت لي الفحوصات، أنا حدا كتير دقيق وطلبت منه فحوصات زيادة وانعملت وما كان في أي مشكل بالحمل. بالشهر السابع تقريباً بالجمعة الثانية من الشهر السابع صار عم نعمل إيكو عند الحكيمة، فبتبين أنه في مي بقلب بطن البيبي، وهيدا الشيء بيدل او انه يعني لازم يكون صاير شيء، او الولد بيكون مش طبيعي، او في افتاء بقلب المعده. هون رحت عملت الصوره ايكو جنرال يلي بتبين كل التفاصيل من بعد ما انا كنت عملتها وما مبين شيء. رجعت نزلت عند حكيم تاني مختص حبل وعقم، يعني مشاكل حبل. بس نزلت لعند هيدا الحكيم قال لي انا بقول لك انه اكيد في شيء مش طبيعي، يعني البيبي ممكن يكون مش طبيعي وهيك، بدي اعمل فحوصاتي وممكن كتير انه هيدا البيبي يعني بيخلق بيموت اذا ما مات بقلب الحمل، يعني خلال فترة الحمل. وحتى هيدا الدكتور يعني قال لي، قلت له طب انا شو بدي اعمل بهيدي الحال، يعني انا ام بالنهاية، شو بدي اتصرف؟ قال لي ممكن تقدر تشيلي هيدا البيبي، يعني ممكن تلجأ لهيك، انا ما بعملها بس في ناس بتعملها. كان هون عندي رفض كتير، يعني انه انا ما بعمل هيك، هيدا تدخل بمشيئة الله، هو حط يعني ان شاء الله هو ياخد انه يعني بيريحني هو وقت اللي لازم. بس صار معي هيك، انا جيت على البيت اكيد الحالة يعني نفسيتي كتير تعبانة وهيك، اخذت قرار انه تاني نهار بدي اطلع دغري على مار شاربل. تاني نهار وعيت وطلعت لفوق، صليت مثل ما قلي بالعادة. اكتر محل يعني انا يمكن باخد وقت بالصلاة فوق هو بالمحبسة، الأوضة اللي مات فيها مار شاربل، وبالدير تحت في وين التابوت اللي هو بعده حديد، هونيك انا بقعد كتير، يعني ما بيعود فينا اطلع. هونيك انا قلت سلمت وقلت له انت بدك تدخل، انا متكلة عليك وأنا بعرف أنه أنت طبيب السماء، يعني ما في شيء على ربنا صعب، وبشفاعتك بدك تكون معي خلال هالفترة. وجبت من فوق كان زنار وكان عندي صورة، هيدا الزنار والصورة حطيتهم على بطني، يعني على يعني وين الحمل، أوكي. وجبت التراب جبلتهم أنا بزيت، والزنار والصورة والتراب صرت ادهن فيهم انا كل يوم، وما بشيله للزنار، يعني ضل الزنار لنهار الولادة يعني خليته. وجيت على البيت وصرت كل يوم انا ولع الشمعة، يعني ضويله الشمعة وصلي وبخير وقال له انت بدك تعمل لي هيك. بهيدا المرحلة كنت عم بقطع فيها، كان في فحص لمية الراس يلي هي بتاخد تقريبا 3 جماع تطلع النتيجة. خلال هالفترة ضليت أنا عندي الكل من حولي معصبين زعلانين وهمدانين، أنا كان عندي شيء سلام داخلي، كان عندي يعني مصبرة على هيدا الشيء، وأكيد هون في قدرة إلهية يعني اللي بتخلي أم بهيدا
بهيك حالة يعني إنها تكون هيك. وخلال هيدا الفترة يعني كان الحكيم قايل لي إنه بعد ما عملنا كمان تخطيط للراس وقصص وهيك، قال لي إنه هيدا الصبي يعني ممكن إنه يكون مش منيح أو قصص وهيك. بتصير تفكري إنه بين حكي العائلة والدكتور إنه إذا مش منيح وهيك أنت بتعذبيه، يعني عم بتجيبيه يعني بيتعذب هو بالحياة وأنت بتعذبي، خلص إنه بلاه يعني إنه فيك إنه تشيله. عرفتي إنه كان عندي هيدول الآراء يعني. وأنا كنت مصرة وكنت كل يوم صلي وهيك، وقال له يا أبونا شربل إنه أعطيني إشارة أوقف وأطلع يعني أمشي وأطلع بالسما، قال له إذا حكمل وحيمشي الحال أعطيني إشارة لو عبر الغيمة، شوف وجهه بقلب الغيمة. هالقد أنا كان عندي يعني إيمان. ومرة كمان يعني الأم تتمسك بكتير قصص هيك صغيرة، دويت له شمعة وكان في هواء وحطيتها برا، قلت له إذا بتضليها والعة يعني هيدي بدي أعتبرها إشارة أنت عم بتكون معي، يعني عم بتصبرني عم تروقني. وبالفعل الشمعة يعني لو حطيها جوا يعني وأخذت شوية هواء من الباب حتطفي. كل شوي اتطلع على الشمعة بعدها ودابت على الآخر وهي والعة ما انطفيت الشمعة. هون جي يعني خلص إنه في شيء، إنه هو معي يعني ومشتركني. لو وصلنا طلعت نتيجة الفحص مية الراس إنه كله تمام، ما في ولا أي فيروس ولا يعني كل شيء طبيعي. كنا هون صرنا تقريبا بآخر الثمانية يعني. هون أنا كمان جيت من بعد هذا الحكيم الثاني، رحت عند حكيم ثالث. الحكيم الثالث كمان شاف الحالي وهيك وقال لي أنه أنا ما بعدك، ممكن يكون مش مبين شيء عندي على الصور والفحوصات أنه كمان منيحة وهيك، بس ممكن يكون مجرى الكبد شيء ما عم بيبين معنا. خلال هيدي الفترة كانت بعد الماي يعني مبينة بقلب الإيكو، وكنا صرنا يعني تقريبا بتالت جمعة من الشهر الثامن. هلا ضل الحكيم يقول لي انه يعني ما بنعرف شو بجد معي، ممكن صار عندي كذا حالة يعني صايرة معي وهيك، انه ممكن يكون مجرى الكبد مسكر، هون بيخلق البيبي بعد 15 يوم بيموت. يعني ما رح اوعدك بشي وما رح خليك تتأملي بشي، حنكفي عادي يعني متكلين على الله وانت مؤمنة وحنكفي عادي. ضليت انا انزل يعني جمعة بعد جمعة لصرنا بالتسعة. بتذكر وقتها يعني نهارتها مثل العادة انه زيارة حكيم وهيك، وكل الاميات مثلا واحدة ورا الثانية وهيك، انا عم بتطلع فيهم يعني في عندي حالة توتر بس بعدني عم صلي. ما قدرت اقعد يعني انطر دوري، صرت امشي بالكولوار امشي وصلي، ولو يا ابونا شربل انه ما بقى عندي كتير وقت وانا رح فوت واكيد انه بدك تعمل شيء جوا، بدك تتدخل، بطل عندي وقت. يعني صرت انه بالتسعة بطل عندي وقت. وهيك ضليت يعني تقريبا شي 5 دقايق تا فتت لجوا مثل العادة، يلا انه بتحكي شوي مع الدكتور، طلعي بلش حط الايكو. ضل على فترة يعمل هيك ويتطلع يعني يحركها ويتطلع. هلا هون انا زاد التوتر عندي، قلت له خلص قلي انه هيدي انا مؤمنة وخلص مشيئة الله، يعني ما فيني اعمل شي يعني، قلي بس قلي احكيه. يطلع فيه يطلع بجوزي ويرجع يحط الايكو يشيل ويحط. لا تقريبا شوي هيك قال لي مدام ما في مي، ما في ولا نقطه مي، وهي المي كانت عم بتضليها نفس الشيء. هون قال لي هو حكيم يعني الطب يعترف بهيدا الشيء ما بتصير، قال لي هيدا الشيء ما بيصير ابدا بحاله طبيه، او بده يخلق البيبي ونحن نسحب المي، او انه بعدين بترجع يعني تتعالج، بس شيء تيصير هيك ما بيصير. انا بهنيكي على ايمانك وهيدي اعجوبه صارت معك. وبالفعل هو كتب لي تقرير بخط ايده مرفق بكل الفحوصات وكل الصور يلي بتبين هيدا الشيء يلي صار معنا. كنت خايف كباي يعني، وكتر ما حكوا الحكمه وخبرونا اخبار من حكيم لحكيم، قلت يلا سلم، ما زال سلمنا لما شارب سلم، بيجي من المار شارب اليوم أحلى.
فصارت القصة وصلنا نروح عند الحكيم وهيك وهذا لحد ما اجت الأعجوبة. كان كتير البيئة والحوالين وأصحابنا كله نفس الخبرية يعني آمنوا وبيعرفوا شو نحن يعني وكيف نتعامل مع شمال شابل وكيف نطلع وكيف دائما القصص كلها. زاد إيماني كتير بمار شاربل وصرت كل جمعتين مثلا أطلع لفوق ووين في شيء لمار شاربل مثلا عملوا تمثال هون قريب حدنا بحمانة كل رايح وجايب ميل على التمثال ونصلي لمار شاربل ومندعي وحتى عناية بس يكون عندي طريق لفوق يكون قريب بضلني طالع لعنده وطلع على المحبسة ومنزور وكل شيء. من بعد ما ولدت وخلق عنيل يعني طلع على البيت عنيل أنا ما مرقته على البيت أول شيء طلعته دغري على عناية ورجعت جبته على البيت يعني تيكون أول محل ما صار معه الأعجوبة يعني نتشكر مع شربل ونرجع نجي على البيت. ومن بعدها يعني كمان حكيم رجع دق بعد شهر وهيك ليطمن عن البيبي وانه كيف شو صار معنا واذا صاير شيء. قلت له انه الحمد لله كتر خير الله كله تمام ولليوم يعني رح يصير عمره 3 سنين أنيل. الحمد لله كتر خير الله يعني مناعته احلى من خيه الحمد لله ما عنده ابدا مشاكل وباخده عند الحكيم يعني في حال قريب هيدا هو او ليطعم يعني هالقد منشوف الحكيم يعني كتر خير الله. واكيد لأنيل يعني كان عنده زيارات كذا مره على الدير لفوق يعني ولبسته كمان ثوب مار شربل بتموز كان عمره تقريبا شي سنه يعني انا مطرح ما انا برتاح يعني وبحس إذا حسيت شوية توتر وهيك محل أنا برتاح فيه هو بدير عناية يعني بطلع بحب أطلع على طول. والولاد يعني صاروا أنيل أو مجد يعني كمان عندهم يعني بيعرفوا أنه منصلي على طول مثلا نضوي شمعة منطلب إيه بيعرفوا كتير منيح يعني. أنا بالنسبة لأنيل نحن بنقول أنه اسمه أنيل يعني لأنه بناخد اسم صغير بس هو انا سجلته ب يعني دوائر رسميه اسمه أنيل شربل وهون ليلى لانه عندي أنيل بالطائفه الدرزيه هو نبي ومار شربل بيمثل الطائفه المسيحيه تنبطل شوي عنا انه مار شربل بس للطائفه المسيحيه او نحن عنا بس المقامات او الاسلام عندهم شيء معين لأنه اللي مفروض يكون عنده إيمان قوي وبيأمن عن جد بالله لازم هو ما يعترض أو يشرط عرفتي كيف يتشارط أنه بس هون أنا لازم صلي. لا نحن عنا إيمان كتير قوي الحمد لله وأبداً مش ضروري يعني نسأل عبر مين تجسدت رسالة ربنا يعني نترك هيدا الشيء مثل ما بيقول مار شربل يعني أنه يلي بيترك كل شيء بإيد الله بيشوف إيد الله بكل شيء وعطول المجد لله يعني دوماً لله. فهيدول قصص أنا بحب يعني أنه كل العالم تاخد الشيء اللي صار معي أنا كدرزية مش أنه لا يكون عندهم قلة إيمان ولا عندهم تشكيك لأنه هيدي قدرة ربنا وتجسدت عبره.